عودة أحمد جمال إلى زملائه في الخلف للدفاع. دوكو دودو البنيني أرسلها في مكان في الجال يسرى، راحت عند اللاعب أحمد خالد، سابها لعبد الرحمن عامر إلى كرة عالية. الله الله يا سلام، يا للروعة، ما أروعك يا عبد اللطيف، ما أروعك يا عبد اللطيف، ما أجملك يا عبد اللطيف. نعم، يثبت إنه لاعب حريف بهدف جميل بكرة رائعة من صناعة عبد الرحمن عامر في الدقيقة 70. هدف حلو يا متابعين، جميلة، خدها على الطاير، يسجل هدف في التقدم لفريق سموحة، لفريق الموج الأزرق. كرة يسددها على يمين حارس المرمى البلعوطي، يكتفي بالمشاهدة والفرجة رغم محاولة الإنقاذ. الله جميلة، الله جميلة جميلة، أجمل أهداف الموسم بكرة مقصية رائعة على الوضع الطائر. هدف خلى الحارس يكون حائر بكرة جميلة على يمين الحارس، مسجلا هدف التقدم للموج الأزرق. وأي موج